قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر مضطرب، بل الناس الرقاد فهو بي قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم. ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكناية به ويضمل ضيغمه ويقدم الأموي وهو مؤخر، وويله ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا وحسينا ويزيد في لذاته يتنعم، يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلموه
ويضيق الدنيا على ابن محمد وحسينا حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. خرج الحسين من المدينة خائفا وويله، كخروج موسى خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. وش حال محمد ابن الحنفية وهو يفارق أخيه؟ قوض ضضعان من المدينة وسافر حسين، خايف من خلفه محمد وام الابن. وحالة محمد يا خلق تشجي الأعادي، مشقوق جيبه ويلطم الهامه وينادي: يا حسين للسوق الضعن ذايب بفادي، وكل ما تلوم الناس يصف جراح ليد. ومن الوجد نشفت دمعته وكل ما نهض طاح، وكل ما يسلونه جذب وناته صاح: لحد يسليني ترى مني الأخو راح، كلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمين. وهلي يقودون الضعا آين هالنشامة، قلبي ما هو بني عليهم بالسلامة، خايف يرد الضعن بس نسوى ويتامة. ريض الخياك بالضعن يا قرة العين، تتنامس بنصراك يا بو سكن الأجانب، تتنامس بنصراك يا بو سكن الأجانب. وانا لي الفخار وصيت بيام الحرايق، قاسيت انا اهوال الجمل ويام صفي.